تقصد لينا الاجواء ديال الامتحانات كيفاش دازت في الصباح الفتره الصباحيه؟ حاليا اليوم الاول الامتحانات اللي صادف بخصوص هذا المركز هذا جوج ديال الشعب، الشعب العلميه علوم فيزيائيات ثم الشعب الادبيه بمسلكيها العلوم الانسانيه والادب. عموما الاجواء عاديه، التحاق التلاميذ في الوقت المحدد، التحاق الطاقم المكلف بالاجراء كذلك كان في الوقت المحدد، انطلاق الامتحان على الساعه 8 صباحا. اجواء الامتحانات دازوا مزيانين وكامل، امتحان سهل وماشي بنادم اللي خدم راه يجاوب واللي ما خدمتي راه ما يجاوب فيه، وبنادم العام كامل راه كيخدم راه من حقه دابا يدخل ويجاوب الاجوبه، وبنادم اللي ما خدمتي راه ما يجاوبش. لا هي كاينه الايجابيات وكاينه السلبيات، الايجابيات كان امتحان شويه في المستوى ماشي صعيب حقا فيما يخص خصوصا المساله اللي مرتبطه يعني بالغش، اليوم لم نسجل اي حاله غش. على كتعرفوا عموما كاين بعض التلاميذ كيحاولوا كيتم التنبيه ديالهم وكتكون الامور عاديه، فعموما الاجواء جد عاديه هنا في مركز اي باك الرازي. الفتره ديال التمرين الصلاحيه خصت جد من المواد، ماده ديال الفيزياء ثم ماده اللغه العربيه. شعبه ادب ادب. بالنسبه للاجواء ديال الامتحان كيفاش دوزت الصباح؟ دازت الحراسه صعيبه طبعا، صعيبه بزاف مشدده، الحق الحمد لله جاوبنا شويه اللي يعني اللي حفظنا، ولكن يعني كانت صعيبه الصراحه، الامتحان صعيب. انا بالنسبه لي جاني امتحان صعيب، الحراسه صعيبه بزاف، يعني ما كاينش ما كيتسهلوش ولا شي حاجه. الامتحان كان اجواء مزيانه وما كانش شي ضغوط زعما، وكان امتحان في المستوى يعني فهمتي، الواحد خادم يدخل يدوز بالراحه ديالو، ماشي زعما شي حاجه بحال اللي كانوا في الاعوام. يا اخي هذا العام صراحه انا جاني امتحان كان في مستوى بزاف، وتا الضغط ما كاينش من ناحيه لا الاساتذه ولا حتى التلاميذ، كانوا ما كانش هذاك الشيء ديال دائم. طبعا الحال كثير من الناس ما كيعرفوش العمل اللي كنزوه على مستوى المركز، فقبل الامتحانات تقريبا باسبوع كتكون واحد العمليه ديال التهيئه ديال المركز على مستوى النظافه، على مستوى الطاولات، يعني في الشكل ديالها، في الترتيب ديالها، دي الارقام، دي على مستوى الاداري، في عدد الاستدعاءات، في الترقيم ديال القاعات، في اللوائح ديال التلاميذ. على ان العمليه فيها مجموعه ديال المحطات اللي هي ماشي سهله، ولكن الحمد لله كنكونوا يعني قبل يوم ديال الامتحان كنكونوا في الموعد. دازت مزيان الحمد لله، كان امتحان في المستوى، رجعنا ووجدنا وعملنا اللي علينا، ان شاء الله يكون النتيجه مزيان. امتحان عادي في متناول الجميع، الحراسه مزيانه كانت، المهم امتحان سهل، يعني اللي كان مجد غيجاوب التفاصيل. ما كانش زعما مشاكل داخل القسم ولا لا؟ فبالنسبه للقسم ديالنا ما كانش، وحتى بالنسبه لباقي المؤسسه زعما ما بليش كاين شي مشاكل على حساب هذا العام. هذا العام ان شاء الله يكون مزيان، احسن من الاعوام اللي فاتوا ان شاء الله. هذه الكتابه ديال الامتحان هنا كنستقبلوا بطاعه الحال، كيتوزعوا يعني اظرفه ديال الامتحانات، كيتم الفتح ديالهم بحضور التلاميذ، الاستاذ الملاحظ وهيئه من الكتابه والاستاذ المدون، كيتوزعوا اعضاء ديال الكتابه كيوزعوهم، والاستقبال ديالهم كيكمل هنا بحال اللي كتشوفوا هنا. عندنا ثلاثه ديال اللجان فيهم اظرفه، داكشي كيكون كامل موجد، كيستقبلوا هنا وحتى كنعملوهم في محفظة الكبرى، وكيتم الإعادة ديالهم للمديرية الإقليمية، ومن بعد كيمشيو للأكاديمية. عندنا 362 مرشح، يعني مزيان على جوج شعبات، قلنا شعبة ديال العلوم الفيزيائية وشعبة ديال الآداب وعلوم العلوم الإنسانية.